حقيقة وفاة سوزان مبارك في غرفة العناية المركزة. انتشر خبر وفاة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ووالدة نجليه علاء وجمال، وذلك إثر تدهور حالتها الصحية بشكل مفاجئ. وتأتي تلك الأنباء بعد يوم واحد من إعلان نجليها علاء مبارك تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى غرفة العناية المركزة في إحدى مستشفيات القاهرة. ووفقا لمصادر مقربة من أسرة الرئيس الأسبق، فإن الأنباء حول وفاة سوزان مبارك لم تتخطى حدود الشائعات، ولكنها تمر بحالة صحية حرجة في هذا الوقت، حيث تطلب الأمر الإبقاء عليها في غرفة العناية المركزة. ويذكر أن علاء مبارك قد أعلن في وقت سابق عن إصابة والدته بأزمة صحية مفاجئة، تم على إثرها نقلها إلى المستشفى، لا تزال في العناية المركزة منذ إجراء عملية جراحية لم يفصح عن طبيعتها مطلع الشهر الجاري. وأضاف علاء مبارك ردا على أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، استفسر منه على حالتها الصحية، وكتب علاء: والله لسه في العناية ولكن خير إن شاء الله، شكرا لسؤالك. وسوزان مبارك أو سوزان صالح ثابت هي زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووالدة كل من علاء مبارك وجمال مبارك. ولدت سوزان في 28 من فبراير من عام 1941 لطبيب مصري يدعى صالح ثابت وممرضة بريطانية من ويلز ليلى ماي بالمز بمدينة مطاي بمحافظة المنيا بمصر، حيث كان والدها يدرس ببريطانيا الطب في جامعة كارديف، وهناك تعرف على زوجته البريطانية. شقيق سوزان الأكبر هو منير ثابت الذي شغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لفترة. حصلت سوزان على الثانوية الأمريكية بمدرسة سانت كلير بمصر الجديدة، وفي العام 1977 حصلت على شهادة البكالوريوس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وعندما تم تعيين حسني مبارك نائبا للرئيس في عام 1977 حازت الماجستير في علم الاجتماع من نفس الجامعة. بعد ثورة 25 من يناير من عام 2011 قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس سوزان مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة الجهاز لاتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع، مستغلة في ذلك الصفة الوظيفية لحسني مبارك كرئيس سابق للبلاد.